السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حامل ريفيو عن مناديل جونسون لإزالة المكياج. طبعا حيكون تسجيل متواصل فإن شاء الله ما أغلط. المهم اللي استخدمتها اللي هي من بدايتها ما شاء الله اللي هي البشرة الدهنية للمختلطة، لأنه أنا بشرتي دهنية فممكن تاخدي للبشرة العادية وزي كده. أنا فاكرة أنه في منها أنواع. المهم من عيوب المناديل نبدأ بعيوبها، ولها واحد عيب. عيبها نتيجة شوية ناشفة، فأنا أبللها قبل ما أبدأ بتمسيح الميك اب. طبعا زي ما أنتوا شايفين هذا ميك اب الأسبوع اللي فات كان تقيل، كان في له غرة وفي له رموش وفي له جليتر، فاللي تسويه لازم تمسح الميك اب بحاجة مرة خفيفة وبيد زبدة. يعني أني أنا مسحتها بشيء مرة عادي، يعني ما دعكت ولا فركت عيوني، بالذات لدي المنطقة أنتبهي مرة. بالنسبة لوجهي يب مسحت الأساس، مسحت الكونتور والهايلايت وكل حاجة، وما شاء الله مرة جميلة في التمسيح. لكن بالنسبة لي أنا لازم أغسل بعدها بغسول مثلا زي النيتروجينا أو حاجة عشان أضمن إنه وجهي ما في له ميك اب نهائيا. ويب المناديل هنا باينة مرة وسخة، لأني استخدمت واحد منديل بس. ممكن تستخدمي على حسب بشرتك أو على حسب أنت ما تحبي. وبس كده انتهينا الفيديو. لا تنسوا تشوفوا الفيديو حق لا تنسوا تشوفوا الفيديو حق الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الجمعة، حيكون أكل وكده. ويلا سيو. جرت عينه. يا If I could write you a song and make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope. وانتو اللي لو كنتوا مسافرين لايك للي بيسافر، لايك للي بيسافر، لايك للي بيسافر. المهم عندي خبر حلو ليكم، حابدأ أدعم القنوات الصغيرة أو المهملة أو